السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البداية نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد الفيديو ديال واحد الورد. هذا الورد هذا كيتباع عندنا في المنابيت أو في الحدائق أو بعد الناس اللي كيبيعوا هذا الغرس هذا، الله يهديهم. هانتوما كما كتشاهدوا هذا الورد هذا كيبان لكم زوين وكيعطي منظر زوين، ملي كتشري تمشي تاخذه تيقول لك هذا الورد هذا كيصدق العام كامل. هو راه ما تيصدق حتى ديك الساعه، كيصدق غير عنده هو. هانتوما كما كتشاهدوا هو تيبان لك خضر. هانتوما هذا الورد هذا نصيحه من عندي، اللي لقاه في شي بلاصه وبغى يشريه يتفاداه. راه تيكون في الاول مزيان عند مولاتي حيت تيسقيه يوميا، كل ساعه خصك تسقيه. هانتوما ما كيتسقاش كل نهار، كل ساعه خصك تسقي، كيبغي الماء بزاف باش كيعيش. هانتوما انا خديت واحد الكميه من عند واحد السيد، ولكن ما نذكروش في هذا الفيديو هذا، ولكن الا كان كيشوف هذا الفيديو هذا غنقول له هذا الشيء اللي كدير راك حشومه، ما تبقاش دير في حال هذه الفعيله هذه. نبيع انا اي واحد المية ونبيع اي واحد العشرة ولا 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50، المهم نبيع حاجه مزيانه للناس باش يرجعوا لعندي. هانتوما كيبان لكم هذا الورد هذا راه زوين، اللي شافو كيبان لك زوين، ولكن راه زيرو زيرو خدمه. انا كنجيبو كنعاود فيه البيع حيت انا ما كنصنعش هذا الورد هذا، حيت الورد الا بغيتي تصنعو خاصو البلايص اللي كيكونوا سخان فيهم الرطوبه والسخونيه. حنا عندنا لاميديتي ما كيصلحش لنا هنايا الورد، البلاصه كاع اللي فيها البحر ما كيصلحش فيها الورد، كيصلح لي فلوغ اللي كيتباع فعند موالين لي بوكي ديال الورد. هو هذاك هو اللي كيصدق، هذاك معروف، هذاك كيدوز نهار صافي كيخرج من الماء كيدوز نهار صافي تيخسر. هانتوما كما كتشاهدوا انا خديت واحد الكميه تقريبا ديال واحد 50 ديال 50 نقله من هذا الورد هذا، وراه لحت منه ما نقولش لكم شحال لحت. نوصيكم اللي شاف هذا الورد في شي بلاصه يبعد منه، واخا يكون بارخص الاثمان. ربما انا تصيدت ما نبغيشكمش تصيدوا، انا درت هذا الفيديو هذا باش نوعي الناس اللي كياخذوا الورد. ونجيدكم واحد النقطه، الورد بصفه عامه عنده واحد الفتره وجيزه، يقول لك يصدق العام كامل، راه كذب عليك. كيصدق عند الناس اللي دايرين لاسير، الناس اللي كيديروا لي برودوي، الناس اما باش تجيبوا للدار، راه ما تيصدقش. الحاجه اللي كتصدق هانت كاين هاد اللوايات هادو، ها هما كيعطيو منظر زوين، هادو كيصدقوا. كاين هاد الفوتجير كيصدق العام كامل، كاين هاد العنكبوت حتى هي كتصدق تبارك الله كتعطي منظر كامل زوين. كاين هاد البوتوكس حتى هو زوين كيصدق، لوايه زوينه كتصدق حتى هي. كاينين عده انواع ديال النباتات الا الورد، حاولوا تبعدوا من الورد راه ما تيصدقش بصفه عامه. ونتحدى اي واحد، كاين الصبار حتى هو كيصدق، الوفيرا، انواع ديال الصبار تيصدقوا هادو، خذوهم على حسابي. وكاين الصبار اللي كيدير الورد، هانتوما شوفوا غير الغنباز كي داير. عندنا الغنباز كيدوز عندنا 3 شهور ديال الصيف، عنده مده حتى هو 3 شهور ديال الصيف، كيعطيك 3 شهور تيموت تيبقى الجدر، من بعد عاوتاني ملي كيجي الصيف كينوض سبحان الله. كاين هاد السجاد، هذا حتى هو كيصدق، اول مبره كيصدق. مازال غندير معكم واحد لا فيديو على هاد السجاد هذا، كيفاش الا بغيتي تكثر منه في البيت ديالك. ان شاء الله غيكون الفيديو مور هذا الفيديو هذا خاص للسجاد، كيفاش تكثر السجاد اول مبره في البيت ديالك. ونتمنى دوك الناس اللي تيبيعوا الورد الرساله ديالي تكون توصل ليهم، وما يبقاوش يكذبوا على عباد الله، فهمتيني. نتمنىهم الله يهديهم، الله يهديهم الا غيبيعوا بيع شي حاجه معقوله، اما باش تكذب باش تبيع راه لا يفلح الساحر حيث اتى. بيع شي حاجه معقوله راه تصدق لك ولد الناس. الرساله ديالي راه وصلتكم، ونتمنى من المشاهدين يسمحوا لي على هذا الكلام. وتهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله بحول الله.